الشروق. ايضا ننتقل واحده من فقراتنا في صباح الشروق، اهتمامنا بشريحه الشباب واهتمامنا بالنشاط اللي بيقوموا به الشباب، ايمانا منا اكيد بدور الشباب في المجتمع. خلينا نشوف واحده من الفقرات اللي هي مع الشباب، حتكون مع الشاعر الواثق. طيب عندنا اجواء على فكره يا جماعه شتويه، يعني زي ما شايفين الهواء الجميل الطلق، فعشان كده احنا قبل جبنا اخبار الطقس عشان نتعرف على الاجواء. لكن خلينا نشوف فقره الشباب، الشاعر الواثق حامد حيقدم لنا شنو من الاشعار، ونرجع نتواصل في صباح الشروق. صباحكم عافية متابعي قناة الشروق الفضائية، وصباح الخير عليكم وين ما كنتوا. مرحب بكم في فقرة مع الشباب. مع الشباب هي فقرة تهتم بالشباب المبدعين والفنانين والمتميزين. ضيف حلقتنا اليوم في فقرة مع الشباب هو الفائز والحائز على جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي، الأستاذ الواثق يونس. صباح الخير عليك. يا هلا ألفي، اهلا ومرحبا، وصباح الخير عليكم وعلى مشاهدي قناه الشروق على امتداد الوطن الحبيب. مرحبا بك استاذ الواثق. يا ريت تحدثنا كيف كانت مشاركتك في او مع مجموعه الطيب صالح في نام للابداع. اكيد طبعا مشاركتي مع الطيب صالح كانت بدعمي ربما شويه من الاصدقاء، لأنه المسار الطيب صالح الجائزة تفتح مسار للشعر بعد كل دورة والثانية، يعني المسار الشعر ليس مسارا متصلا في الجائزة، ففتح مسار الشعر وأنا قدمت ديوان أو مجموعة شعرية بعنوان نازح في فضاء الجسد، ولحسن الحظ أنها يعني حازت المركز الثاني أيام ما كنت أنا مشاركا في أمير الشعراء في الامارات، في دوله الامارات ابو ظبي. نعم. طيب استاذ الواثق، اضافت لك شنو المشاركه في او مع مجموعه الطيب صالح؟ مجرد ارتباط اسم شاعر او اديب ما بالطيب صالح كاسم عالمي ورمز نحن كلنا نحتفي به ونعتز به امر عظيم جدا، وعتبه يعني كبرى، يعني الفنان أو أي شاعر أو أي أديب صعد على هذه العتبة يتطلع إلى مشهد عظيم جدا في الأدب العربي، ويتطلع إليه أيضا مئات أو قول آلاف من جماهير الأدب، فأكيد تلقي هذه الجائزة كان فاتحة كبيرة جدا ومنصة كبرى، أنا أظن أنها مرحلة يعني يمكن أن تشكل انطلاقا جديدا في تجربة الواثق يونس، وأنا سعيد وممتن لهذه هذا التوفيق يعني وهذه هذا القدر. ألف مبروك. طيب يا أستاذ الواثق، أنت يعني فنان تشكيلي بجانب الكتابة الشعرية، فهل يعني ده كان له أثر أنك أنت يعني تجيد الكتابة يعني حتى الحصول على الجائزة ولا لا؟ يعني ما بقدر اقول ان الحصول على الجائزه في جزء من، لكن انا ادين طبعا بكثير من شاعريتي وقدرتي على التصوير، وربما الكثيرين من الشعراء او الروائيين او المشتغلين بشان الادب مما لديهم اهتمام بالفن او بالصوره عموما يدينون بشيء من من من, من براعتهم في التصوير الادبي لاهتمامهم بالفن، ودراستي طبعا للفن، انا خريج كليه الفنون الجميله والتطبيقيه جامعه السودان. الاهتمام بالفن التشكيلي يضيف كثير جدا في المهارات الكتابه، خاصه وانه الشعر الحديث يقوم او القصيده الحديثه تقوم اساسا على الصوره، يعني تقنيه الصوره هي تقنيه مركزيه في الشعريه العربيه الحديثه. اكيد. طيب استاذ الواثق، عندك قصيده اسمها تعجبني تلك الفتاه بالزي المدرسي، يا ريت تحكي لنا اول حاجه عن القصيده وبعدين سمعنا جزء منها. القصيده هذا المقطع الاخير من القصيده، طبعا القصيده بعنوان على تله لم تزل مرتعا للقمر، وهي عباره عن تداعي من ذكريات الطفوله والشباب الاول، ولكن هذا المقطع لانه صارخ جدا سارة يعني بين الناس. شكلك عندك فيها ذكريات. اي طبعا هي كلها عبارة عن ذكريات وتداعي. ايوه. تقول شنو القصيدة؟ وحيدا
وممتلئا بغد ضاحك. كنت أعبر من درب قريتنا تحت أغصان خروبه العاليات، يتقدمني الظل يطفئ ما ترسل الشمس من لؤلؤ الضوء، تحت الشجر أسير فتصفر في دربي الذكريات وتخضر ثانية مثل حب عبر. وأرفع رأسي تغرد عصفورة صوتها كاحتمال بعيد، فيحتدم الشعر في دفتي الحمائم من كل عصر تجيء المغنون عشاق أجسادهم في القوافي. أنا وارث السيف في قريتي، حارس الحب والدين والشاعر المنتظر. تعمدني أغنيات الأحاجي، أرى الخيل تعبر من رهج الموت والدارعين يطيرون ترفض قمصانهم لمعة لمعة، ثم ترتد كالماء رؤياي ينحسر المشهد الحر مستنكرا ضحكتي للمطر. أي طفل أنا كلما انتثر الفجر فوق اصفرار التلال البعيدات، أبدني الشعر في سجن ذاتي وعلمني الركض في شارع القلب، صيرورتي رعشة بين حر وقر. ثم كالنسر ترفعني خفقة للأعالي ويملأني منظر شاسع باللغة، فجأة تلبس الشمس حمرتها من حرير الغياب رويدا تدلي غدائرها القانيات على الأفق العسجدي، فينفرط السحر تحت الغموض ويرتحل الوقت في موتة الوقت، صيرورة كامتلاء الكلام بفجوته والضباب. فتنتي بالحياة تحاصرني بالغموض وتفرغني من ذواتي، أرى النهر مختنقا بالضحى أرقص يومي على وقع أقدام أمي، ثم أعرض أسطورتي مسرحا مسرحا أتسمع في غبطة النبرة اسمي. هل يدل علي هكذا كان يملأني الشعر بالفخر والشك بالقهر، هكذا كنت حاضرا ملء قلبي ودربي، لا أرى غير ماض قوي ومستقبل سندسي، عقدتي لفتة البنت في زيها المدرسي. يا سلام يا سلام، حاجة جميلة جدا جميلة جدا، واضحة يعني من تعابير وشك إن يعني بتشكل جانب كبير جدا في حياتك. أيوة الطفولة. نعم شكرا لك أستاذ الواثق، شاكرين كثير لوقتك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في المجال الكتابة الإبداعية والكتابة الشعرية. مرحبا بك. شكرا لكم والتحية مجددا لقناة الشروق ولكل متابعكم إن شاء الله. شكرا لك أعزائي المشاهدين، هذه كانت نهاية فقرة مع الشباب، عودة للاستوديو. شكرا الجميلة الأبنوسية غفران على الاستضافة اللطيفة مع الشاعر، واهتمامنا بالشباب واهتمام الشباب بالقراءة والكتابة والشعر وجائزة الطيب صالح العملاقة اللي دائما يظهر فيها الإبداع الكتابي وتظهر فيها القصص الصغيرة، وأيضا كمان يظهر فيهم الشباب بمستوى مختلف بإحساس مختلف، كل زول عنده حاجات. ونحن يا جماعة إذا قدرنا وظفنا فئة الشباب بطريقة جميلة، حاولنا نعمل مناشط مختلفة، بنقدر ننمي أنفسنا، وكل واحد فينا بيطلع الإبداع اللي موجود جواه، كل إنسان عنده جانب قد يكون مخفي ما ظاهر للناس. أنا متأكدة كثير من الشباب هو بيكون قد يكون عنده وظيفة معينة لكن عنده جانب إبداعي ما معروف، حاول أظهر الجانب الإبداعي الجواك وعيش بالطاقات الإيجابية اللي بتكون جميلة من خلال الإبداع.